بخير أكيد. أولا، هل يمكن الحديث عن أهمية الترانيم الكنسية خلال هذه الاحتفالات الدينية؟ صحيح. أول شيء صباح الخير ينعاد على الجميع. أكيد الترانيم الكنسية هي عنصر كتير مهم بالليتورجية الكنسية، وهي من الفنون التي تعبر بشكل أسمى عن محبة الإنسان لله. وعندما نصلي كما يقول القديس أغسطينوس، من يرتل يصلي مرتين. بقى من هون الترنيم هو عنصر كتير مهم، وهو يجمل الكلام، وهو يحمل الكلام ليكون أسمى وأجمل ليصل إلى الله. لأن احنا الصلاة هي مخاطبة الله، فكيف بالأحرى أن نخاطبه بشكل جميل وبشكل فني، طالما الله عطينا هالموهبة اللي هي موهبة الترتيل والموسيقى. طيب، يعني الأب بديع، كيف يتم اختيار ربما الترانيم والموسيقى الكنسية، ولأي مدى تعبر بالفعل عن روحانية عيد القيامة؟ أكيد نحن نقتبس من الكتاب المقدس، من العهد القديم والعهد الجديد، نقتبس من تعاليم الكنيسة، من الآباء الذين سبقوا، آباء الكنيسة بنسميهم، يلي كتبوا عن القيامة، عن الفصح، كتبوا عن أسبوع الألام، كتبوا عن كل المراحل التي عاشها المسيح على الأرض. من هالنصوص هذه تقتبس الكنيسة النصوص. أكيد في قواعد الكنيسة هي بتحطها، مش حيالله شخص بيقدر يكتب نص يرنم في الكنيسة. في عنا تقليد نحن قديم جدا عمره عمر الكنيسة، هذا من ناحية النصوص. ومن ناحية الموسيقى أيضا هناك قواعد يجب الالتزام بها. أهم قاعدة هي الالتزام بالتقليد، يعني على اللحن أن يكون يجاري التقليد الكنسي القديم، لأن احنا خاصة الكنائس الشرقية تقليدها قديم جدا في التراتيل والترانيم، وعندنا أباء كنيسة واكبوا الكنيسة من بدايتها. بقى من هون نحن ما قلنا نحط ألحان أو نصوص لا تتماشى مع هذا التقليد العريق القديم الذي يحاكي تاريخ الكنيسة. الترانيم أكيد تحاكي المرحلة التي نعيشها، وخاصة في عيد الفصح. الألحان مثلا هي خاصة للفصح، في هناك ألحان أخرى ترتل في مناسبات عدة، يتغير الكلام ويبقى اللحن ذاته، ولكن في أسبوع الألام وفي عيد القيامة المجيدة الألحان والنصوص هي خاصة لهذه المناسبة. عندما نسمع اللحن دون الكلام نعرف بأن هذا اللحن هو لحن قيامة مثلا أو لحن آلام. فمن هنا هذه المناسبة مهمة جدا، لذلك نجد الألحان والنصوص هي خصيصا وضعت لهذه المناسبة. نعم. طيب، برأيكم ما هو الدور اللي تلعبه الموسيقى في تعزيز التجربة الروحية؟ الموسيقى هي أول عندها كذا دور. يعني الدور الأول هو مثل ما قلت في بداية الحديث، أنه تجمل الكلام وتجعله مجودا جميلا ليصل إلى أذان الله ليستمع صلاتنا. الدور الثاني هو للمؤمنين، يزيل الملل. عندما نقول الصلوات بشكل قراءة أو تلاوة عادية يمكن بأن المؤمن يصل إلى ملل ما أو يتشتت بأفكاره لأنه لا يشارك. فالموسيقى واللحن فيه الإيقاع، والإيقاع يوحد طريقة الأداء. من هنا نجد بأن الجميع يلفظون بنفس الطريقة، وهذا اللفظ يعود إلى إيقاع اللحن الذي وضع عليه الكلام. وأيضا هناك النغمة التي تشد المؤمن أكثر ليرتفع بصلاته، بأن يكون منسجما مع صلاته التي يقوم بها. وهناك الدور الثالث هي مساعدة المؤمن على حفظ الكلام، لأن الكلام الغير الملحن صعب حفظه، بينما إذا كان شعرا أو كان نثرا ووضع له لحن فاللحن يساعد المؤمن على حفظ هذا الكلام وتعليم الكنيسة. ونجد خاصة في الكنيسة الشرقية بأن الأولين الذين استعملوا الموسيقى والألحان في الكنيسة مثل مار أفرام السورياني ومار يعقوب والأباء الذين كانوا في القرون الأولى للكنيسة استخدموا الألحان الشعبية كنغمة.
ووضعوا عليها تعليم الكنيسة لتنتشر تعليم الكنيسة الصحيحة بواسطة الموسيقى. فالمؤمن عندما يسمع لحنا ما معروفا إن كان شعبيا مثلا بوضع عليه كلام يحفظ الكلام على هذا اللحن، وبهذه الطريقة تصل. نعم، الألحان السريانية مثلا لأنها قديمة جدا تعود إلى الأرامية ومن ثم السريانية. الألحان السريانية مع القديس فرام السرياني مثلا بدأت بهذه الطريقة، أخذ ألحانا كان يستعملها قبله الفيلسوف الموسيقي برديسان، ومن ثم استعملها هو ووضع عليها تعليم الكنيسة الصحيحة لتنتشر هذه التعليم عبر الألحان المعروفة من الشعب. طيب الأب بديع، اليوم الموسيقى الكنسية يعني كيف تربط بين التقاليد القديمة اللي ذكرتها وتفضلت بذكرى حضرتك الممارسات المعاصرة اليوم في احتفالات عيد القيامة لمسيحيي الشرق؟ ربما كان الصوت خفيفا، ولكن سمعت بأن ما هو الارتباط بين القديم والحديث في التقاليد الكنسية. التقاليد الكنسية هي تقليد، يعني تعيش مع الزمن وتنتقل من جيل إلى جيل، تنتقل من جيل إلى جيل ووصلت إلى يومنا هذا. ومسؤوليتنا جميعا بأن نحافظ على هذا التقليد. لا يجوز بأن نقول مثلا في جيل معين أو في سنة معينة انقطع هذا التقليد لأنه لم يعد ممارسا أو أصبح قديما أو أصبح لا يلائم الجيل الجديد. التقليد يبقى ملائما ولكنه يتغير مع الزمن، يتغير مع المجتمع، يتغير مع الجيل الذي يعيشه. فمن هنا التقليد يبقى حيا في الجماعة التي تمارسه. وهناك أيضا الألحان الحديثة التي هناك كنائس تسمح وهناك كنائس لا تسمح. فالكنائس الشرقية عادة لا تسمح بدخول ألحان حديثة، وميزت بين الترانيم الروحية أو الألحان الروحية أو الأناشيد الروحية وما بين الألحان التقليدية أو الألحان الكنسية. فمن هنا هناك كنائس تقول بأن على الكنيسة أن تحافظ على هذا التقليد لأنه يحمل الكلام المنبثق من الكتاب المقدس ومن آباء الكنيسة ومن تعليم الكنيسة، واللحن يلائم هذا التقليد، نحافظ عليه في احتفالاتنا الرسمية الليتورجية. والترانيم الأخرى التي هي شبابية أو كانت من ملحنين حديثي العهد إلى آخره يمكن أن تنشد أو أن ترنم في مناسبات خارج الكنيسة، نسميها خارج الليتورجيا المعتمدة من قبل الكنيسة الرسمية. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في حلقتنا لليوم، عميد كلية الموسيقى الكنسية في جامعة الروح القدس الكاثوليك في لبنان ورئيس دير مار أنطونيوس بيت شباب الأب بديع الحاج. شكرا جزيلا لحضرتك. بعد قليل، هل ذكورة الرجل الشرقي مهددة براتب زوجته؟ خليكم معنا.